أمطار غزيرة وسيول اجتاحت مناطق عدة في محافظة ديالى منها قرية كشكول خلفت خسائر مادية كبيرة وصفتها صحيفة اندبندنت عربية بالدمار الهائل. الأمطار الغزيرة رافقها ارتفاع منسوب مياه الأنهار بعد فتح بوابات عدة سدود خشية انهيارها عقب امتلائها. نتج عن ذلك سيول جرفت أكثر من 70 منزلا في هذه المناطق فضلا عن تضرر عدد من المدارس، ناهيك عن نفوق ما يزيد على 104 من رؤوس الأغنام والماشية في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة. هذه واحدة من المآسي، الأغنام والأبقار بقت تحت الأنقاض، وهذا شوف هذا أمام أنظاركم، هذه الناس شعوها، الناس على باب الله كلهم، رزقهم الوحيد هذا كان، وهذه النتائج. قرية كشكول الكبير وقرية السلام تضررت. الكارثة التي ضربت ديالى لم تجد من يخفف من المسؤولين الحكوميين آلامها لدى أهالي المناطق المنكوبة، بل وجد هؤلاء فيها فرصة لاستعراض إعلامي أمام الكاميرات وهم يتجولون بين أنقاض المنازل المدمرة. وزاد الطين بلة محاولة السلطات الحكومية في المحافظة الهروب من المسؤولية الواقعة على عاتقها بالقول إن المنازل كانت طينية، رغم أن اللقطات المصورة تشير لخلاف ذلك بالنسبة للكثير من المنازل. مراقبون حملوا الحكومات المتعاقبة مسؤولية الكارثة بعدم اهتمامها بالبنية التحتية اللازمة لمواجهة هكذا كم من الأمطار والسيول في ديالى وعدم الاستفادة منها وعدم إصلاح الموجود من خطوط تصريف المياه وتطويرها لتتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة.